أخ مكرم، في الختام يعني هيك في أكم دقيقة، احنا تكلمنا عن النقوش والأثار في العهد القديم وفي العهد الجديد، ولكن الجدير بالذكر أنه التسلسل والتناغم من القديم الأيام، الطريقة اللي كانوا مثلا الفخار اللي كان بيصنعوه أو الكتابات القديمة إلى أيام المسيح، وهذا إن دل على شيء يعني شيء متميز فريد، حتى بوريك الحقب التاريخية والفترات الزمنية اللي مش واحد مسؤول، لا فعلا في كذا شخص على فترات زمنية، وهذا إن دل على شيء بدل على صحة الوحي، صحة الكتاب المقدس. تفضل أخ مكرم. نعم، نشكر الله أخ نزار سيسنا الغالي. إحنا بالفعل إيماننا ما بتوقف على هاي الأمور، إيماننا قلبي ثقة كاملة في عمل المسيح على الصليب، لكن لما منتطلع على هاي الأشياء والتسلسل اللي تفضلت فيه، التسلسل التاريخي، التسلسل الحضاري، التسلسل من خلال كيف تفضلت يعني حتى أنواع من الجرار، بنقدر كيف بنعرف يعني تاريخها وكيف بتشير وطرق الكتابي، والكتابي إن هي بأساليب مختلفة مناسبة للعصر اللي كنا عم نحكي عنه في الكتاب المقدس، إن كان في العهد القديم أو العهد الجديد، كلها هاي الأشياء بتظهر مصداقية الكتاب المقدس، أصالته، ال- 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 الوحي اللي كتب محفوظ، وإن كان إحنا بدنا نفحصه العلم الآثار برضو بقول نتفضل، وإحنا يعني برضو من خلال النوع اللي حكينا عنه نقد النصي النصوص ومقابلتها، هذا يعني شهادة دامغة لصحة وقوة وعظمة الكتاب المقدس. في الآخر إن كان يعني إن الشخص يعني قبلت فهمت شفت إنه هذا صادق، خذوا هذا لنفسك اتمتع فيه أنت، لأنه كان طلع بالآخر وكان عزيزنا قاعد عم بيسمع ويقول هذا كتابنا أحسن من كتابهم، بس بالآخر بنقول لك شو استفدت أنت من هذا الكتاب؟ أخذت رب الكتاب رب لحياتك، اتعزيت بالكتاب، الكتاب غيرك نقلك من الموت للحياة بقوة الروح القدس، ولا مجرد أنا عرفت من الأخ مكرم اليوم ومن الأسيس نزار إنه إحنا أحسن منهم؟ كمان هيك بدنا خطوة لقدام تربح حياتك الأبدية، وهذا هاي صلواتنا وهذا أمنياتنا لكل واحد من المستمعين والمشاهدين الكرام. أخ مكرم، يعني ما في كلمات أعبر فيها عن شكر العميق لشخصك وعلى كل هذه الدراسات القيمة، وأنا عارف أنك أنت بس أعطيتنا مذاق سريع في هذه الموضوعات، وأنا بصلي من كل قلبي أن الله يستخدم ويستثمر الكلام اللي شرحته حتى تكون سبب بركة وخلاص لنفوس السامعين. وفي نفس الوقت أخ مكرم، إن شاء الله بيكون لنا لقاءات أخرى في المستقبل القريب حتى تثرينا بكل المعلومات الحلوة والدراسات اللي بتقوم فيها. ربنا يكافئك وربنا يباركك، وطبعا عارف أنك كاتب كتاب أخير باللغة العبرية، عم بقول لك ترجمه للغة العربية واللغة الإنجليزية حتى يكون أكبر عدد ممكن أنه يسمع هذا التعليم الحلو. ربنا يباركك وشكرا جزيلا أخ مكرم. ربنا يباركك. شكرا، شرف لي أكون معك وأخونا. حبيبي أهلا بك. وأحبائنا المشاهدين، أنا بصلي إنه هذه الحلقة كانت سبب بركة لحياتك. يمكن البعض مش معتاد إنه يسمع يمكن تعليم من هذا النوع، ولكن يعني فكر، شوف كل هالأدلة والحجج الدامغة اللي بتأكد على الكتاب المقدس، فهذا موضوع مصيري لحياتك. أصلي من كل قلبي إنك تقبل يسوع المسيح. الرب يباركك، وبحب أسمع منك، اكتب لنا بتعليقاتك حول هذا الموضوع، وإلى اللقاء.